بالنسبه يا عادل، انت دايما انت بتعمل كل حساباتك ايه؟ انت عايز النهارده الثلاث نقاط بالظبط. ممكن الاداء مش حلو، هو كابتن حسام اتكلم فيها ودي حاجه ممتازه بالنسبه له، الاداء هيجي، لكن انت لا قدر لو خسرت نقط، النقط ما بترجعش تاني يعني انت لو لكن طبعا الاداء هيجي طبعا. انا سعيد ان هو خد الثلاثه بونت. لا مش قصدي، هو بيتكلم على ايه يا كابتن علاء؟ ان هو لو انت بنفس الفكره او الفكره اللي في دماغك ان هو يلعب بالشكل اللي حضرتك بتقول عليه ده، طبعا ممكن يبقى كويس جدا. دي كوره بطيخه يعني زي ما احنا عارفين. هو المفروض يبقى كويس لان ده منتخب يا كابتن اسلام. طيب انا مش بتكلم على احتياطي نادي، انا مش بتكلم على قايمه فيها 25 لعيب. انت قايمتك اضرب 30 لعيب في في 35 نادي في مصر، مش حتى مش بس. لا ما هو انت ممكن تاخد من تانية يعني، ما حدش احيانا عادل. بتحصل بس انا اتفضل يا كابتن. انت عارف لما بتتفرج كده على قفشه وزيزو وحسين الشحات وشريف، هم دول الماتش بالنسبه لك اللي هو على ارضك اللي لازم يتجيب. هو ده هو ده، ده هم راحوا باربع خمس كور اخطر منك، انت فاهم قصدي؟ ما ده اللي انا بقوله، هم دول اللي عندك صح. هو اللعيبه مجهده صح، وانت صح. معترف ان هي لا مجهده، لا كلنا معترفين، ومش هيقدر يديك الفول باور بتاعه ال 100%. اوكي عشان كده لعب الطويله، عشان كده هم بيلعبوا الطويله بيتنفسوا كوره وخلاص. يعني بمعنى ايه؟ بيلاقي ضغط عليه ما بيلاقيش واحد بيتحرك، فيعمل ايه؟ فيحطها طويله عشان يعمل الاداء.